جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. خبير الاقتصادي وايضا وزير الماليه السابق حسين الدماسي، نحكيه في الوضع الاقتصادي للبلاد، سبل الخروج من الازمه الاقتصاديه الخطيره الخانقه ايضا، وخاصه الاستراتيجيات الموجوده وايضا الارقام والاحصائيات والتوقعات والنظره الاستشرافيه. سي حسين مرحبا. وبيك يعيشك الله يحفظك. بهذا باش نعوضوها. سي حسين مرحبا، خاطر الميكروب كان مسكر. يا اهلا وسهلا بيك وبكل المستمعين والمستمعات. باهي انا اسمح لي سي حسين الدماسي قبل ما نعطيه جرعه مع نتاع قله الشهيه وجرعه الاحباط، خلينا نبداو بجرعه امل هكا تراه هات. هذه اغنيه باش نسمعوها ان شاء الله اخر الساعه من هنا للساعتين. هاكا حاولت نبنجك شويه بالامل فماشي ما تهز شويه مش محصل فيك. انا نعملك في شويه بنج باش نقص. على كل حال يعطيكم الصحه الزوج انت وسي منير انه اخترتوا لنا حوايج كيما هكا. انا راهو اسمع من القلق اللي قال في حياتي انه ام كلثوم قريب ينساوها. والله قريب ينساوها. اللوك احنا قبل في احنا كنا في الشباب وحتى بعد شويه كانت المتنافس الاساسي دي نحن من ناحيه الفنيه نحكي وك كانوا كانوا يحطوها نهار الخميس في الاذاعه الوطنيه. يعني ما فماش يعني كل سهره في يوم الجمعه كانت مخصصه لام كلثوم وكانت فرد الناس. انا واحد من الناس منهم فهمت الله. يعني توا ما عادش نسمعها قليل 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 في الاذاعه. يا اخويا نوعدوك احنا كنا الجمعه. يعني هكا علاش قلت لك معناها نشكركم مزدوج والله مشت. يعني على الاقل ترجعونا شويه هكا. حتى نسمعوا اغنيه كامله ان شاء الله من هنا لاخر الحصه. ولكن قبل فما برشا ناس سجلوا لك على ريبوندور سي حسين على 73 24 3000 عندهم راي في اللي قاعد تقول فيه. نحبك تاخذ الكاسك باش تسمع الناس ايش قالوا لك بالضبط ونحبك تجاوب الناس. اللي نقول فيه هنا في جوهره يعني. اي في جوهره يسجلوا لنا على الريبوندور نتاعنا. رسائل خاصة لحسين الدماسي الخبير الاقتصادي. نتنا نرجس وين ما تنجموا تكلموا بالتليفون وتحكيوا وتتحاوروا مع المنشط وعلى المسؤولين اللي تجيبهم في البلاتو. ولكن احنا هنا ساعة ساعة نخرجوا عن السياق وساعة ساعة نحلوا التليفون على ذمة المواطنين. انا باش نبدأ من كلام المواطنين حسين الدماسي. يقولوا المواطنين والرأي العام وخاصة الفقراء والطبقة الضعيفة واللي شاريهم 300 و400 و500 اليوم يقول لك هالخبير الاقتصادي اللي تجيبه كان معز الجودي ولا حسين الدماسي ولا غيره. هذو ناس يخدموا للدولة ونخدموا ناس برجوازية وناس ما يحسوش بالزوالي. كل همهم هو ميزانية الدولة وكل همهم هو الدولة كيفاش تطلع إيه وإحنا كشعب. أي نعلق. أي شوف أول الساعة على اللي سمعته من المتخلات قطع نظر عن الأشخاص والجزئيات. هذا هو يمثل شوية أمل الحقيقة. يعني قطع نظر قلت لك عن الجزئيات. يعني علاش؟ لأنه نحس أنه مازال ثم وعي كبير. وأكبر دليل هو أنه المدخلة الأولى تذكرش قالت ولا قالت احنا نشجعوا البرامج ونشجعوا الحصص ونشجعوا الحوار اللي يخلي ويحافظ وحتى مش هذا يطور الوعي عند الناس. هذا 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 العقل اللي يتكلم. واحنا مادام مازال هذا عندنا في البلاد ما نطمنوا شويه وما نقطعوش تماما. مازال ثم امل. لكن توا حاجتين نحب ملاحظات بسيطه كلمتين في كل واحده. الخبراء هذوما معناها يلوموا عليهم حاجتين. اولا الساعه في البرجوازيه وما يحسوش بالزوالي. هذا يجيني مبالغ فيه ومش مبالغ فيه حتى ماهوش صحيح. وراهو انا وقت لن نتحدث ونحافظ على التوازنات الاقتصاديه نتاع البلاد بما فيهم الميزانيه نتاع الدوله. راهو الهاجس الاساسي نتاعه هو المحافظه على يعني كزواولي على خاطر هاو معناها واضح ووضحناها عشرات المرات وكذا. اذا كان الميزانيه معناها نتاع الدوله تقتل شو معناها؟ معناها باش تنقص في المصاريف والمصاريف تبدا معناها بالهامين يعني التعليم. وهو شوفوا فيه البارح هذه تفرجت في برنامج معناها نتاع الاخ وزير التربيه. راهو معناها انا شو نقول مره اخرى نعاودها لو كان جاوا عندنا برشا من نوع هذايا
فهمتني؟ يعني راهي تونس احسن من هكا بكثير. معناها كما السيد وزير التربيه، لانه البارح بكل شجاعه اخذ اجراءات موجعه وتوجع الناس حاليا يعني في المدى القصير، لكن من الاشياء اللي ترفع من شان تونس على المدى المتوسط والطويل. هو وقت يقول انا دوري الاساسي ومهمتي الاساسيه هو تحسين نوعيه مش معناه يعني العدد، نوعيه التعليم، هذا بطبيعه الحال انسان يخمم على مصير تونس من هنا 10 15 20 سنه. اما الناس تلمو تعبه سي حسين دماسي، ولا المثل الرائج عندهم وربما اللي يقولوه كل صباح هو حيني اليوم قتلني غدوه اخوي، انا نحب نعيش حتى ولو نهار. ما عادش النجم، هذه قرقشتوني من العظم. هذه النظره اللي نقول مع الاسف الشديد خاطئه شوي. علاش؟ لانه اذا كان كل شيء نسخروه لليوم باش نجموا نعيشوا غدوه، تعال تعيش اليوم نعرف، لكني راهو لازم تدخل، هذه مش سهله تدخل في مخ الناس. راهو فما جدل في حياه الناس، في حياه المجتمعات. ايش معناها جدل؟ يعني اذا تعملوا اليوم ياثر على غدوه وبعد غدوه. اذا كان انت اليوم معناها تعمل اشياء غير منطقيه، مثلا تزيد الناس في القدره الشرائيه، معناها الكواضه هما في الاجور كيما تحكوا عليه بعد شويه. تزيدوا في الاجور والانتاج ما فماش، انت معناها حالتك باش تحسنها، زيد سي وفسرناه قداش من مره، زيد حالتك سي. وكان تحب نعاودوا له كلمتين اليوم باش نذكروه. لا واضح واضح. اكثر من مره الموضوع. يظهر لي مئات المرات. ويظهر لي احنا توا مهم ان ندخلوا في الموضوع. هذا لا، هذا يحب نوريك انه راهو مش عطيني توا وباي كلفه وباي وسيله وكذا وبعد يعمل غلط لي، لا انا نخمم عليك كمسؤول سياسي. أنا مش على روحي، يعني نحكي لك كمسؤول سياسي، اللي حقيقة مسؤول سياسي، خم عليك اليوم وغدوة وبعد غدوة، ماهوش معناه يعني بالأنانية. 20 سنة و40 سنة اللي نعم نحثوا عليها، تو نحثوا عليها. بعد شوية. لا، ملاحظة أخرى صغيرة، خاطر جاء في معناها الخبراء برشا زاد يلوموا عليهم أنه هما ما يعملوش. شو ما يعملوش؟ معناها هما ما ياخذوش قرار وكذا. لا، هذه لازم زاد الناس يفهموها ويحطوها في بالهم انه راهو المجتمع كله فيه ادوار. فيه كل واحد شنو الدور اللي يلعبه. الخبير دوره شنو هو؟ دوره انه يقيم، يمحص، يفكر، وبعد يوجه والا زاد ينبه. هذا هو دوره معناها، يعني مش هو مش هو باش يعمل يعني كل معناها الادوار. معناها يعني بحيث فما انت بدي كنت وزير مالي، كنت وزير. ما انا اذا كان كنت وزير وخرجت من الوزاره راهو مش هكاك، لانه اللي كنت نحب نعمله الكل نلقى معناها يعني جدار صد عمري ما كنت نتصور وانا شخصيا من جميع الاطراف المتواجده. معناها نقول جميع الاطراف يعني في الوقت هذا المكونات نتاع معناها يعني الحكومه والاحزاب اللي مكون الحكومه هذه. يا اخي انت توا كيف انت تقبل باش تدخل الحكومه وتنفذ معناها برنامج اصلاحي اللي يضمن اليوم وغدوه وما تلقاش معناها يعني سند من جل اذا كان مش كل الاعضاء معناها تاع الحكومه، كيفاش انت معناها باش تحارب وحدك؟ وما تنجمش تحارب وحدك. اشياء كيما هذه وقرارات كيما هذه ما تنجمش تحارب وحدك، يعني يلزم يكون عندك سند على الاقل الاغلبيه. معناها ما كانش ما تنجمش ما يمنعوك اصلا. اي كيفاش عاد معناها يعني هذه؟ ولذا ما زلناش نشوفوا هكا الامور من بعيد وناخذوا شويه هكا الشكليات وشويه يعني هكا معناها سلوغون يعني وكذا انه شبيك كنت معناها كذا، معناها يلزمك تحطه في اطار العام. هو تعرف اللي يغيظني سي حسين انه لليوم ما قعدناش على الطاوله وحددنا الاولويات. بارك الله فيك. بالشكل المطلوب. بارك الله فيك. نحكي وقولوا فما اولويات، ولكن انه نحدوا الاولويات بالشكل المطلوب باش نبداو العلاج. اسكو نبداو نكافحوا الفساد؟ اسكو نغيروا الضريبه؟ اسكو نشوفوا المهربين؟ معناتها هات نبداو نعملوا سلم تدريجي للاولويات. احنا لليوم الكل اولويه الاولويات وكل تضرب عليها التغيير وكله تو تو. وما عملنا شيء. كله كلام. انت باش تعمل معناها اذا كان انت معناها امكانياتك القليله ما تعملهاش اولويات فيها باش توظفها بطبيعه الحال تضيع عليك حتى بطبع. حتى الامكانيات الضعيفه تضيع عليك. يعني فما منطق فما عقل يعني. وممكن كان جينا نحتفظوا بالارشيف انا معناها ما ننساهاش هذيك.
وقت لما زلنا بدينا نتكلموا على الميزانيه نتاع 2013 المشروع يعني انا كنت 2012 يعني بدينا نتحدثوا على المشروع نتاع 2013 وعملنا جلسه كبيره في الكبيره قاعه الساقط الكبيره في تونس هكا تسمى قاعه المؤتمرات اي مؤتمرات صحيح قصر المؤتمر اي وعملنا معناها يعني اجتماع كبير بما فيهم عده اطراف معناها نتاع المجتمع والحاجه اللي معناها اكدت عليها وبديت نعيط اصلا معناها كذا اليوم حان الوقت انه الميزانيه نتاعنا ما لازمش نفرطوها في كل الاتجاهات بالضروره لانه عندنا غصره عندنا معناها يعني ندره في الامكانيات نتاع الميزانيه يلزم نعملوا اولويات بربي نحب نسالك عليك سي زهير الاغلبيه الساحقه شوف فيهم وجه متبرم وكاني منها يعني قلت حاجه منها تابعه لل هذاك علاش نحب نسالك وجاوبني بكل صراحه نعم. سي حسين نعم الحقيقة اليوم هل اللي قاعد يصير في البلاد هو سوء تقدير وناس مش فاهمة ومش عارفة اش تعمل ولا عن سوء نية يراد بالبلاد ما يراد بها والله اليوم. بين هذا وذاك وهذا سؤالك زاد مش وجيه برك فوق الوجيه لأنه بعد هذا كله احنا اللي كان هكا يعني امورنا متوتره متردده كذا هو فما اسباب هذا مش بالصدفه بالضبط ايه مش صدفه حسب شهادتي اللي قلت وانت اسباب انا راه بين بين ايش معناها فما شكون هكا وما لا سوء نيه لا سوء نيه تماما ولا يعني شو قلت انت الاولى قلت لك معناتها ناس ما فاهمش ايه 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 ولا مش فاهم ولكن مش فاهم هاو السبب تجرب في الحياه في روسليتان اي حسب اجتهادي السبب الاساسي الوضعيه اللي احنا فيها فهمتني مش وحيده اما الاساسي فهمتني بين اللي قلت وانت يعني لا هو فهمت يعني سوء تقدير وسوء فهم او كذا ولا هو زاد سوء نيه وكذا ما شنو هو انه مع الاسف الشديد وهذا واقعنا شنو باش نزيغوا عليه باش نهربوا منه هذا واقعنا انه جل اذا كان مش كل القوى السياسيه والقوى النقبيه مع الاسف الشديد معناها سلاحها الاساسي معناها في ممارسه السلطه هو الشعبويه وكذا اش معناها معناها انت ما تنجم تفرض نفسك سياسيا الا باعطاء الاوهام للناس وهذه من الاشياء الاساسيه اللي تركتنا اقول لك اي علاش عقليه لانك انت تاخذ في قرارات وقتها او تعمل اشياء او اللي ماهاش لا قدره البلاد ولا امكانياتها ولا كذا وبشويه هاك شفت واحنا حكيناها بالميزانيه وباش نزيد نحكي وكذا تبدا تغرق بالطريف توصل وضعيات تقول عجب منين جاتنا هذه وانت تنسى انك معناها على مر السنين تاخذ في اجراءات وقرارات غير متماشيه بالمره مع واقع البلاد وامكانيات البلاد وكذا ولذا في الاخر شنو علاش يعمل هكاك لانه هو حملة انتخابية ولا ممارسة بالسلطة ولا ممارسة سياسية ولا يعني هو بطبيعة الحال قلت لك الخطاب الأساسي اللي يستعمله هو خطاب تاع يعني وعود ومن يقول منها من غير تردد أو هام واضح أي. في الإطار وفي إطار أزمة كبيرة حاصلة اليوم بين لو جي تي تي ولي تشيكا وانت تعرف مليح نعم. تم إقرار يوم 19 نوفمبر القادم هو يوم إضراب قطاعي بالقطاع الخاص في صفاقس إضراب إقليمي بتونس الكبرى يوم 25 نوفمبر إضراب إقليمي آخر بكل من زغوان نابل سوسة المنستير والمهدية نهار 26 نوفمبر 27 نوفمبر ببنزرت باجة جندوب الكاف و30 نوفمبر القيروان سيدي بوزيد القصرين سديانة و1 ديسمبر الجنوب بمعنى مدنين جابس تطاوين قفصة نعم ايه معناها شنو التعليق على هذا؟ اي شوف انا عندي اربع ملاحظات. الملاحظه الاولى الساعه انا نشعر بالم لا تتصور. علاش؟ شنو السبب؟ لانه يعني احنا الاضرابات ماهيش جديده علينا، تعودنا بها. لكن الاشهر اللي فاتت الاغلبيه الساحقه مش فقط الاغلبيه الساحقه نتاع الاضرابات كانت في الوظيفه العموميه. ولكن اليوم وقع اخذ قرار في اضرابات متتاليه فهمتني تمس كل القطاعات وتمس كل الجهات هذا بطبيعه الحال مس في الصميم الاقتصاد نتاع نتاع البلاد لانه علاج القطاع الخاص احبابنا مكرهنا اغلبيته مش فقط هو فما مؤسسات عموميه اللي
اما هو الخالق للثروه بالاساس خاطر الوظيفه العموميه راهو برشا ناس معناها ممكن كذا الوظيفه العموميه مهمه مش مهمه لكني ما تخلقش الثروه الوظيفه العموميه الوظيفه العموميه ممكن تساهم في توزيع الثروه اللي تخلقت اما ما تخلقش هي الثروه القطاع الخاص هو اللي يفرز الثروه وهو اللي يخلق الثروه وبالتالي هو معناه نجم نقولوا المعصم الاساسي للاقتصاد مع الاسف الشديد علاش قلت لك انا متالم حتى اكثر من قبل لانه هذا يمس الروح معناها نتاع يعني الاقتصاد والروح هذه راهو باش يمسها اليوم ويمسها غدوه أو ايه مسالش خلينا احنا قلنا عاد مره مسالش احنا هكا دورنا فهمت الله يعني هو انه ساعة باش يحدث ارتباك يعني كبير على اقتصاد اللي هو بيدوه متهالك معناها تو مزيش هي معناها الاقتصاد حسب جل القطاعات نتاعه معناها اموره معناها يعني تعبه من اصلها فهمتني زيد نحث عليه ارتباك بالصوره هذه وبالحده هذه اللي كيما قلت لك ارتباك يمس كل القطاعات لانه يعني القطاع الخاص يمس كل القطاعات ويمس كل الجهات وهنا انا اشوف من الغرابه انه البدايه نتاع الضربات مش منه يعني بالمناطق الاقل يعني يضربوا في الحقيقه يعني الثلاث جهات اللي مدخل الروح نتاع الاقتصاد نتاع بلادنا اللي هي الساحل الكبرى وتونس الكبرى والساحل والمناطق يعني الشريط الساحلي وفي الاخر بكل الجنوب اي بحيث هذا معناها الحقيقه ما يتهضمش بسهوله الشيء هذا اللي صار ونعرف اللي معناها تاثيره باش يكون تاثير سيء للغايه معناها سيء انا قلت لك لانه عنده تاثير سلبي على المدى القصير يعني هل الايام الجايه هذه وينه يربط الاقتصاد وزيد اذا كان معناها يعني وصلوا لاتفاق ووقعت زياده غير منطقيه في الاجور معناها وقتها باش تضرب معناها يعني البلاد والاقتصاد على المدى المتوسط والطويل ايش معناها؟ باش يزيد يحدد زوج حاجات اللي قاعدين يهدوا فينا اللي هو التضخم يعني ارتفاع الاسعار وايضا يعني وهذا ممكن يربطوش ياسر ياسر انهيار الدينار وهذوما الزوز من الافات الكبيره اللي اقتصادنا وبلادنا قاعد تقاسي فيهم من من من, من سنين اذا كان هذا صار حتى بعد اتفاقه ولكن يقع في اتفاق على مستوى يعني غير منطقي كما تولى الاتحاد طالب في اللول 15 وبعد قبل 13 الطرف الاخر يقول لك احنا نقابين الزياده اما بمستوى التضخم اللي صار يعني ارتفاع الاسعار اللي هو بين 4-5% بعد على بعضه مع الاسف وهذا علاش هو الواحد يزيد يتحير لانه يقول قايل زعما وين وصلوا اتفاق بعد هالخضه هذه اللي بتصير منها كذا هذا يبقى سؤال الحاجه الثانيه الملاحظه الثانيه ينظر الاخوين في الاتحاد والنقابات تاع العرافه الزوجه ينظر هل التفاوض حول القضيه هذه خذوا بعين الاعتبار اللي تونس سنه في 2015 باش تعمل اما صفر واما نسبه قلناها وفسرها السيد علام معناها يعني سلبي كيف نقبل كل الاطراف اللي تجاب يعني تفاوت نقبل هذا في اقتصاد كما قلت لك معناها مش قادر حتى باش تنفس الحاجه الثالثه نساو ممكن بعض الاطراف الا انه انت تدافع على قوت العمال هذا دورك وهذا واجبك اما زاد تنسى في بعض الاحيان انك تدافع على وجوده اصلا يعني على مستقبله كعامل لانه احنا ناخذين بعين الاعتبار تو المؤسسات اللي قاعده تسكر في تونس وتهز ولاو في الاول عشرات وبعد تو ولاو بالمئات يا اخي انت تو كي تاخذ قرار باش تحسن له مستوى العيش خممت عليه انه ممكن المؤسسات هذه هذا التصعيد اللي حاصل الاتحاد يهدد بالاضرابات الاقليميه اليوتيكات تقول لك هات نسكرها ونهججها لدول اخرى ايش عملنا فيها وتنطر فيها الكل فيها هاي اي شفت زهيرة شفت نتوصل هالأشياء هذه والطرح هذايا وكذا طيب معني مش عاطي حق حتى الحد في المسألة هذه واضح أنت مازال أما هذا لا مازال لا هذا الثالثة هذه الأخيرة ممكن سياسية اجتماعية بالله تو احنا مازلنا فرحانين وعندنا شوية هكا نشوة بالجائزة نوبل اللي تحصلت على بلادنا وبالحقيقة أي واحد معناها عنده عطف شوية على البلاد هذه ما ينجم إلا يرتاح لأشياء كما هذه وكذا لكن توا لو كان ماشيين باش ياخذوا الجائزة معناها نتاع السلم
لشي متعاركين. اي اي وهو معناه يعني احتقان وممكن ممكن ان شاء الله ما يكونش حقد بين بعضكم. شنو توا باي وجه باش تقابلوا انتم الناس اللي عطاونا احنا الجائزه نتاع جائزه نوبل للسلام؟ اي نوبل للسلام. اي سلام اي زوج متعاركين. ما نطولش في هذه، خوفي كل الخوف انه يجي نهار ممكن ونتحصلوا على جوائز نوبل اخرى، جوائز في الضربات وجوائز الصخ يعني لا عندنا احنا. لا لا هم يعطونا يعطونا جائزه على هذا. والله والله اسمع انا حقيقه الحقيقه ما نكذبش عليك ساعه ساعه ما نفهمش ما نفهمش انه احنا معناها والناس تشكر فينا وترافينا على تالفنا وعلى توفقنا وعلى معناها المال الوحيد اللي تونس مازالت تتصرف فيه حتى الى اسابيع التاليه. شنو هي؟ قال لك والله هذوما على الاقل نجحوا نجحوا باش يعملوا انتقال سياسي من غير عنف ومن غير كذا. اي اي اما توا باللي صار في الاحزاب وباللي صار في يعني الاطراف الاجتماعيه وكذا، لك الطريف هذيك اللي ما زلنا معناها ينصرفوا فيها على المستوى الخارجي نحكي قاعده تذوب ضرب ضرب. وشنو هي مصلحه بلادنا فيها؟ حسين الدماسي لحظه نضمن لك شهريتك وشهريتي نعديو البيوب ونرجع. انا معكم كل نهار جمعه نحكيو اقتصاد، الوضع الاهم الحقيقه حتى من الوضع السياسي، لانه اذا كنت تهرينا اقتصاديا لشنو باش نعملوها السياسه من بعد وفاش باش نعملوها السياسه؟ اذا كان الميزانيه مخرومه واذا كان الدوله معش عندها فلوس وقتها العاد ينفع فيها لا سياسه ولا سياسيين وكلها تطبع باسبوراتها والطياره الاولى صحيح ولا يا حسين؟ ها؟ هذا باسبورت مطبوع ولا؟ متاسف هذا واقع واقع به. احنا جاب حدنا في وسط الجمعه نهار الاربعاء معز الجودي وقال برشا كلام، وكان زاد ايضا صالح شعيب هو سياسي صحيح ولكن هو استاذ اقتصاد. فحكينا شويه مسائل اقتصاديه، نحب نسمعك هكا باستوف نعطيك فيه ساعه التعليق عليه ونمر الموضوع مهم جدا اللي هو استشراف كيفاش باش يكون المجتمع التونسي سنه 2040 مع انه شريحه الشيوخ باش تكبر ونسبه ايضا المسنين باش تكون كبيره، وهذا ما ينجر عنه ايضا ميزانيه جديده لصالح الدويات والتقاعد وغيره من المشاكل اللي نحكيو فيها بعد شويه. هات نسمعوا البيست اوف. فما توافق كبير في كلامك وكلام معز الجودي اللي يعتبر ايضا مناصر للبرجوازيه مالوريزمون على حساب الشعب الزوالي. المهم 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 هو انه الرساله والواحد يوصل لهم هذه قناعات. ايه اما الاخر امور علميه الحقيقه. باهي انا متفق معك تماما جودي. حاجه برك ذكرني بها جودي وقت اللي قال فين ماشيه النفقات الاموميه وشنين الوضعيه نتاع بلادنا، وقت نقولوا بلادنا شو معناها؟ معناها منين باش تجيب الامكانيات منين داخله الفلوس؟ ذكرتني بقوله وتعدات هكا فهمت يعني تقريبا اللي علقوا عليها كل معناها يعني هكا عاطفه سطحيه هي نتاع المدير العام نتاع صندوق النقد الدولي لاغار اش قال من جمله الاشياء اللي جات المره الاخرانيه لتونس ما نعرفش تذكر شو ولا قالت النسبه اللي تمتصها الاجور من انتاج من ارفع ما ثم في العالم في العالم اي قامت القيامه وش بيه تقول ومش حصلوا مخ الهضره توا ترد الفعل هكاك ايه اما اسمعني كيف تتخنق الميزانيه تخنقت ما تمشيش تجري فهمت الله الصندوق الدولي اي هات ما عادش باش تعطيك حط في بالك حاجه وهذه الموجه الكل راهو تنجم تسحبك مره وتنجم تسحبك سنين اما ماهاش باش تقعد تسحبك مدى الحياه اذا كان انت تعاود نفس الخطوات ونفس السياسه الخاطئه حطها في مخك هذه وهاك تشوف عندنا مثل قدامنا واحنا ما نشوفوش الابر الله غالب فهمت اللي هو اليونان هاك اليونان الاتحاد الاوروبي والنقد الدولي وقفوا لها معناها عشرات المرات هذيك واليونان وقف لها الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي والصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي ووقفوا لها عده مرات هذا شيء والنتيجه معناها يعني سلبيه وهاك تشوف توا كيفاش مخنوقه حاصلوا هات نرجع الموضوع اللي قلت عليه بكري انت وقت ما عادش عندنا وقت ولكن لازم نتحدث عليه كلمتين هذا من القضايا فهمتني اللي حقيقة حقيقة محيرة ولو على المدى المتوسط والطويل لكن ما تسمعش كلمة عليها معناها في الحوار وفي الخطاب وفي كذا إلى غير ذلك شنو هو المعهد الإحصاء الوطني للإحصاء
عمل هو من تقاليده هذه ما يسمى اسقاطات السكانيه نتاع البلاد. انا اش معناها ممكن كي التشريعيه اي كي نقولها بالفرنسويه ممكن الناس يفهمها خير. بروجيكسيون بروجيكسيون لا بوبولاسيون خاطر الاسقاطات ماهيش كلمه مفهومه يعني شنو هو هما ياخذوا افاق معينه يعني سنين معينه ويقولوا كيفاش باش تولي السكان نتاعنا لا فقط من ناحيه العدد ولكن ايضا وهذا المهم اللي حقيقه يبعث حيره هو من ناحيه التركيبه النوعيه نتاع المجتمع الشريحه الاموريه هذا هذا المهم. هل الاسقاط هذايا الاخراني قلت لك ما عنده بعض اسابيع من حيث قاموا به واعطوا النتائج نتاعو هو اللي حدود او افاق 2040 هنا ملاحظه عرضيه برشا ناس قالوا 2040 احنا لا سيدي لا, لا سيدي في الحركيه الاقتصاديه نتاع البلاد والتاريخيه 25 سنه كيف فرق فهمتني يعني يظهروا ياسر وطوال وبعاد لكني في الحقيقه راهي السنين تمر بسرعه ويلزم منها اخذ منها يعني الانتباه واخذ العبره. من ناحيه النوعيه وهذا معناها اعلام وبرا فقط يعني اش يقولوا هالتسقط هذه؟ يقولوا انه احنا التوانسه اللي تو احنا اكثر شويه من 11 مليون حاليا يعني باش نكونوا تقريبا 13 مليون ونصف في حدود او افاق 2040 يعني هذا بالعكس يعني هذا الحقيقه تخلق شويه امل. علاش؟ لانه من الناحيه العدديه ماهوش باش يكثروا ياسر مش مهول اي نسبه لا بالعكس معناها مريح مريح لانه باش تزيد تقريبا 0.8% سنويا في المعدل ممكن اقل حتى لا مش فارغه اما محتمل نجم معناها تتصرف راهو كي تقارنوا بالستينات وخاصه السبعينات راهو معناها شيء من ناحيه العدد اما توا ما عادش مشكلتنا كبيره ياسر من ناحيه العدد باش نزيدوا جوز ملايين ونصف تقريبا ولا مش حاجه يعني كبيره ياسر في 40 سنه معناها محتمل الاستريس اللي عايشين الناس ممكن وين الامور اللي حقيقه تحير في زوز مؤشرات حقيقه وانا معناها نقول لك الحيره منين هو من الوزن نتاعهم والاهميه نتاعهم ويعني الضغط اللي باش يخلقوه في نفس الوقت الغياب عن الاشياء هذه عن خطاب يعني المسؤولين على البلاد هذه السياسيين والنقابين شنو هما؟ في معناها بخلاصه الحاجة الأولى المؤشر الأول يقول أنه أسمع مليح إحنا اليوم في تونس تقريبا عندنا 1.3 مليون مسن إيش معناها مسن؟ يعني اللي أعمارهم من 60 فوق باهي إي باش نكونوا شدنا عندك سنة 2040 باش نكونوا حوالي 3 ملايين يعني تونس بتبدأ فيها 3 ملايين ناس من 60 لفوق من بينهم انا ومنير يقول لك انا ومنير من بينهم حتى في ما بين ما ممكن معناها يعني لا ربي يطول في عمرك عيشه كما با تي ودي هاك تولي كي 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 سيلبيجي وقتها تولي وقتها رئيس وانا ومنير نحاولوا ندخلوا لك الخسر بالله يا سي حسين هاك العام راك كنت بحضنا في الاستديو خلينا نعملوا قهوه بحضيك يعيشك اما هذيك هي مكتوب علينا الناس وانت تبدا في الخسر ما عندكش حق قهوه كملنا هكا توا شنو المحير في هذايا؟ ايه معنا علاش معناها نحيروا احنا ويلزم معناها يعني ناخذوها بعين الاعتبار ويلزم نخطوا لرواحنا ويلزم علاش؟ لانه كي تولي هالنسبه هذه اللي هما توا تقريبا 1 من 10 السكان اللي عمرهم اكثر من 60 عام 2040 باش يوليو تقريبا اقل شويه من 1 من 4 شوف 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 كيفاش قلبت الامور تماما كلمه تي هو راهو علاش صار هذا؟ راهو مش ساحر زاد مش ساحر علاش؟ لانه احنا الاتجاه العام في العشرة ولا 20 سنه ومازال متواصل هو انه نسق الانجاب يعني قداش كل امراه معناها تجيب صغار في حياتها الزوجيه يعني كذا قاعد يتراجع بشكل كبير ياسر في تونس بشكل كبير اقول لك كنا 5 6 معدل حتى 7 في الاستقلال يعني كذا تو ولينا 2 حتى ساعة اقل كيف مش كان حتى 1 اي لا انا معدل من 2 اقل قلت لك المعدل ما انا شو كيفاش تبدلت حيث ما عادش فما صغار ياسر باش يعوضوا باش يكبروا باش يموتوا اي ولكن في المقابل العائلة. في المقابل شنو صار؟ صار في تونس اتجاه عام زاد هو ما نجم نعبروا عليه التمطط في امل الحياه يعني قداش عندك مل باش تعيش انت؟ سواء توا سواء كنت ولدت يعني
احنا نقولوا 2040 باش نوصلوا للنساء شد عندك 81 سنه اي لو تو تقريبا 74 ولا كذا والراجل اقل شويه 78 79 سنه والراجل يعاني في معناها هل زوج اتجاهات المعاكسه هذه ضعف الانجاب ويعني تمطط الحياه المسنين عطاء انه المجتمع نتاعنا ماشي ويتهرم يعني شيخوخه اكثر ونسبه الشيوخ قلت لك في كلمتين شنو هو اللي حي الفذايا اولا الساعه يلزم نظره جديده وتركيبه جديده للميزانيه تاع الدوله كيما احنا في فتره من فترات انت زهير ممكن عشتها بين بين انت كنا عاطين الاولويه المطلقه في الميزانيه نتاع الدوله هو التعليم التعليم كان والتربيه في الستينات والسبعينات والثمانينات ومازال هو شويه حتى ما رغم لا مش مازال نقص برشا نقص مع الاسف اما نقول لك اذا كان ناخذ بعين الاعتبار الشيء هذايا بالنسبه للمستقبل يلزم تولي الميزانيه نتاع الدوله الاولويه المطلقه للصحه أمالة عندك مشكلة كذا و... 3 ملايين إذا كان أنت ما تعملش ما يكفي من المستشفيات وما يكفي من الطب وما يكفي من الفرملية وما يكفي من الأدوية وكذا كيفاش إيه شنو مصيرهم وكيفاش باش يعيشوا وكيفاش باش يستقر المجتمع هذا هو السؤال اللي يطرح ولا واحد مفكر فيه ولا واحد يخمم فيه ولا واحد محيره ولا هي يحبوا يسلكوا الغدوة يعني يتحملوا على 2040 ما يسالش يا سي زهير احنا دورنا باش نقولوا راهو غدوة وبعد غدوه وبعد غدوتين هذوما راهو ما ينجمش يخمم في هذا كل بعضهم راهو ما يعرفش إيه انا سامحني فيك اي لانه هو مش من الخاصيات نتاع السياسي الحقيقي والقادر هو التنبا شويه بالمستقبل كيف باش يكون هو لو كنت حب نحكي معك بكل صراحه حسين الدماسي وانت خبير وكنت وزير ماليه سابق لو كان جينا نخزر الغدوه راه ما وصلناش لوضعيه اليوم صحيح لانه اللي صار اخطاء نتاع اجى نحلها نتاع غدوه بارك الله فيك دخل الخدامه للاداره العامه والوظيفه العموميه في اطار اشكال مختلفه باش نقسم الحقد الاجتماعي والتظاهرات والمظاهرات هذا اللي صار عام 2011 وعام 2012 ومن بعد زاد كملوا عليه الترويكا بالعفو التشريع العام والتعويضات ترك الاداره ودخل لها الموظفين اجور ناس في الكلوارات ما تعمل في حتى شيء وتضرب في شهري وفما حتى شكون يبونتي يسبح ويروح يرجع البونتي في الليل وهذا واقع ولليوم ما نحبوش نحاربوه وهذا اللي وصلنا للفضيحه اللي احنا فيها والكارثه اللي احنا فيها ومن يتحمل المسؤوليه حتى حد كي تجي تحاسبهم الكل يقول لك لا لم افشل وهذاك هي الثوره وعلى خاطر عملتوا ثورة تحملوا مسؤوليتكم وكل الثورات تنجر عنها الإشلالات الاقتصادية لا مش صحيح نعم لازم نقولوا لهم مش صحيح يا نعم. يا نعم. كنتم فاشلون يا نعم وهو سيدي هالمنرجع المؤشر هذايا نتاع النسبة نتاع الشيخوخة اللي خوف أكثر وأكثر حتى من ميزانية الدولة هي صناديق النظام الاجتماعي بيان سور يعني صناديق النظام الاجتماعي وخاصة الزوز اللي بهم الحاجة يعني التقاعد والتأمين على المرض هذوما الزوز اللي بهم الحاجة النظام الاجتماعي اي سي والكنار اي 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 اما شنو الضمان؟ قلت لك التقاعد والتأمين على المرض اذا كان هي توا صناديق بانكة تطلع مالاش بنقولوا كيف معناها عدد المتمتعين بال المتمتعين بالتقاعد والناس اللي يحتاجوا اكثر عنايه من الناحيه الصحيه ومن ناحيه كذا مالك باش تكون الصناديق هذه كيفاش باش تفارع ولذا شو معناها معناها اذا كان من اليوم حقنا احنا من زمان راهو ما نخموش في اصلاحات جذريه حياتيه للصناديق الله اعلم شنو باش يصير انا اللي مش فاهمه حسين الدماسي الحقيقه هو الكل يتحدث عن اصلاحات من خبراء الى مسؤولين الى وزراء الكل يعد بالاصلاحات ولا اصلاحات موجوده وكان عملوا اصلاح راه باش يزيد يهرب الدنيا ما فهمتش معناتها علاش نحكيو وما ننفذوش شنو اللي شد لنا يدينا شنو اللي مكبلنا هاني قلت لك بكري كيف فسرت لك لانه راس المال الاساسي نتاع المسؤولين على حدود البلاد اليوم هي الشعبويه يا ودي يزينا من الشعبويه ويزينا من الوعود الواهيه بطبيعه الحال تحب تحكم محكوم في بلاد صحيح بطبيعه الحال اقتصادها باهي علاش تحكم في بلاد مخربه ووضعيه حتى الناس هاجه البارح بكري على الاقل على الاقل ثم استثناءات على خاطر وزير التربيه البارح ملاني انا نعرفوا الشيء هذا من زمان في وزير التربيه تي ها يحاربوا فيه كيفاش ما تحلوا تويد وكيفاش تعملوا كيفاش تفهموا علاش اغلبيه السياسيين ما يحبوش يعملوا اصلاحيات خاطر في كثير من الاحيان مؤلم
نوع الماء خل توجع اليوم ما خير إيه؟ توجع اليوم زريقه ولا توجع الغضب عمليه او بنت راهو نحبوا نفهموه للناس راهو نجم نوجعك اليوم ندويك وغدوه ونمنعك من عمليه والعكس كبيرة. بالعكس والعكس بالعكس نعطيك اوهام اليوم وزيد تورط غدوه افهمني حصلوا هاد نكملوا طوال المؤشر الثاني اللي زاد ما يقلش اهميه وممكن تو نخصصوا له خاطر ذا يستاهل دقيقه اي نعطيه هو توزيع السكان من ناحيه المناطق نتاع البلاد اش يقول الاسقاط هذا يقول حوالي ديما 2040 تعرف كاش باش تكون التركيبه نتاع توزيع السكان اي باش تكون ما قلنا احنا باش يوليو 13 مليون نصف اي كيفاش باش توزعوا 10 ملايين على الشريط الساحلي يعني 10 15 كيلومتر الساحليه اي والبقيه يعني 3 مليون نصف على في المناطق الداخليه الكل كل لا تو نسميوها الولايات المهمشه كذا يقول لي شو محيرك في هذا لا ما هو شو محيرك اخي تو يقول بالمنطق انت فين تعمل استثمارات واكثر ومنها واكثر كثافه واكثر مهميه واكثر حصيله وين ما هو فين فم العباد الخطاب اليوم السياسي شو يقول السائده شو يقول يقول يلزم معناها نعطيه أهمية قصوى للمناطق الداخلية المهمشة الكلام هذايا صحيح ومش صحيح هاو قلك صحيح أنه هالمناطق الداخلية يلزم حد أدنى بالاعتناء بها أي لا بد وما كانش ولي تخلويه زاد لكن إذا كان تغير الاتجاه يعني إذا كان كان وخنا نقول الاستثمار خاصة نتاع الدولة يعني نتاع الدولة يعني الصحة والتعليم والحاصل إذا كان نقل بوزاد المجن تماما تولينا كارثة أخرى. بطبيعة الحال. طب ما نوليوش زاد على بطبيعة الحال مانيش نوع لأنه خبيتي على تنعم. وخاصة السؤال اللي طرح يا سي زهير هو المنطقة هذه فيها حركة اقتصادية لاباس بها وكذا هذا ما لا شك فيه أما زاد ننساو اللي هي منطقة هشة بشكل كبير من ناحية يعني المناخ نتاعها والوسط نتاعها معناها التلوث السماجين يأثر حاصله ما عيناش وزيد هذه زادة مناطق نتاع يعني هل احنا نقولوا الساحليه عندها مشاكل قد شعر الراس في زوج حاجات على الاقل بناء الفوضوي اللي حقيقه ولا مصيبه معناها يعني وكذا واذا كان هذا باش يصير باش يكثر ومسكوت المرور ولات في بعض تعرف ان ساعات نلخصها وممكن ممكن تضخيم اما واحد يضخم اليوم باش ينقص غدوه ويتفجع خير ساعات نلخصها انه ماشيين في السيناريو المصري البناء العشوائي والفقر ونسبه السكان على السواحل والتكدس نتاع السكان يعني والانبوتياج وعدم وجود حلول تعرف انا ماذا بيا لو كان ان شاء الله واحد فينا يقعد حي من هنا لعام 2040 يجبدها هذه من الارشيف الحلقه هذه يقول لهم بالله شوفوا عام 2015 13 نوفمبر حسين الدماسي دون لو تون هاو قال لكم ايش باش يصير لانه هذا باش يكون موجود عام 2040 اما هات شكون يسمع نعطيه شويه امل هاتك الامل اي هات والله ام كلثوم المواطن لازم يتنفس شوي شاي طيبه عايشك. الى اللقاء نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي محمود زيني شكرا على التوثيق منير اسماعيل بارك الله فيك على الاخراج حسين ديميس شاي طيبه كان مازال عندك شاي ها الى اللقاء عندك صحه ليك على كل حال باش ممكن تحل لنا هالمقتطف على الميل يا خلينا نسمعوا الى اللقاء جوهرة FM الدنيا وما فيها